تجارة السيارات من أكبر الأسواق اللي تأثرت بتغيرات الدولار الأخيرة، واللي بعد ما تم تحرير سعر صرفه ظهر جدل حوالين أسعار السيارات سواء في سوق المستعمل أو الزيرو، واللي بدوره خلق نوع من الترقب عند التاجر والمشتري. الإقبال طبعا في الفترة الحالية دي قليل جدا، مع أن في نسب عربيات كتيرة جدا عملت تخفيض أكتر من 30% في المستعمل وفي الزيرو، يعني نسبة المبيعات في المستعمل هي نسبة المبيعات في الزيرو، لكن لسه في ركود في قلب السوق ومفيش اي تحرك خالص. ناس متخوفه ان هي تشتري علشان النزول بتاع كذا ميه ده، فبيخافوا ان هم ينزلوا يشتروا علشان ما تنزلش تاني، فكله بقى متخوف اللي هو يقول لك انا هستنى كمان شويه علشان ممكن تنزل تاني فما اخسرش فلوس. اما الراغبين في الشراء واللي بتتنوع تفضيلاتهم بين المستعمل والزيرو، فتفاوتت ارائهم بين الاقبال او الانتظار. عندك خلفية عن أسعار العربيات إن هي نزلت الفترة اللي فاتت؟ كانت في أسعار مبالغ فيها شوية. دلوقتي الحمد لله الدنيا هادية، الدنيا كويسة، أنا شايف الجو مناسب سواء إن أنا هشتري زيرو أو مستعمل. هي المشكلة مش زادت 20% أو قلت 20%، هي الفكرة كلها هي تسعيرها كام بالنسبة للسعر الحقيقي اللي اشتريت بيه. هو نزل بس ما نزلش النسبة اللي هي زادت، لأن اللي زاد أضعاف الثمن العربية. عربية زي دي هي كانت ب 260، النهارده بيتكلموا في مليون وحاجة. وانا اتمنى طبعا الاسعار تنزل، بس انا الصراحة كنت بلف على العربية من كام يوم ما لقيتش حد نزل جامد، ما شفتش اسعار نزلت. بنتظر عشان السوق يكون ثابت. يعني بنصح ان محدش يشتري دلوقتي ولا يبيع، لان اللي هيبيع مش عارف يشتري، واللي هيشتري الاسعار مش ثابته. يعني في ظل ان الاسعار عماله تنزل، لا لان اكيد ممكن تنزل اكتر من كده. انا اشتريت وبعد ما اشتريت العربية نزلت 250,000. بتفضل انه المستعمل ولا الزيرو؟ المستعمل بقى كويس، يعني سعره كويس، بينزل عن الزيرو حوالي 25-30%، هيكون متاح ليا. الزيرو طبعا، او المستعمل لو استعمال نضيف حاله شاذه كده يعني. والله على حسب برضو الاسعار، يعني انا خليه لو معايا فلوس هشتري طبعا زيرو. استعمال الزيرو احسن، انا واخد 5 سنين على الاقل، العربيه كويسه، حالتها كويسه، وضعها كويس، انا مش محتاج اسال عليها بمشاكل، فطبيعي ان الزيرو بيبقى افضل. يعني لازم يبقى معاك فلوس عشان تستلم مستعمل، لان العربيه بيعطلها كتير. اللي انت الزيرو بتركبه معاك العربيه لغايه 200,000 كيلو انت بتمشي معاها تمام. دايما باخد مثلا موديل 20-21 بس تكون ماشيه قليل. يعني فضلت ان انا اشتريت زيرو، يعني جبت جديد وريحت دماغي بس. لكن لو هجيب ومعايا الفلوس مش هشتري كسر زيرو، هجيب زيرو. والله انا بفضل الزيرو، بس برضو السعر مش ثابت يعني. وبعدين النهارده المستعمل يعتبر السوق واقف، لان اللي هيبيع مش هيعرف يركب حاجه. الواحد يريح دماغه ويجيب زيرو، بس لو الاسعار نزلت. استقرار الدولار الجمركي طمن تجار السيارات في إشارة لإمكانية انتعاش سوق السيارات بعد سنوات من الركود، لكن عشان المعادلة تنجح لازم كمان المشتري يطمن. يحيى علاء، مصر الجديدة، ETC.